اصحى يا نايم وحد الدايم قوموا لا تعطوا الله يرحمني ويرحمكم الله قوم يا عبد الله يرحمني ويرحمكم الله قوم يا نعسان وحد الرحمن رمضان كريم يا ولاد هذا تيتو نايم خليه يقوم يتسحر ولا ده يقوم يتسحر اصحى يا نايم انا العسانجي اصحى يا نايم وحد الدايم ماله هذا ولا مسحر ولا غيره ده يصحيه اصحى يا نعسان يابا تيتو نعم انت لسه نايم بنام اصحى يا نايم تيتو اسمي قوم اجى رمضان مين قوم اتسحر مين قوم انا بدي اخدك معاك يلا انا بدي اروح اسحر كل الاولاد وبدي اصحيهم اقول لهم قوم اصحى يا نايم وحد الدايم رمضان اجى رمضان اجى ولا بدنا نتسحر يا اولاد يا حلوين اتسحروا منيح تسحروا فان في السحور بركه اصحى يا نايم اصحى يا تيتو اصحى يا تيتو وحد الدايم احلى صاحب انت انا بحبك كتير نروح هلا نصحي كل الاولاد ونخليهم كمان يحبونا وهيك يصحوا بالليل اصحى يا نايم وحد الدايم قوموا عسحوركم رمضان جاي يزوركم قوموا لا تعطوا الله يرحمني ويرحمكم الله هل هلالك يا رمضان يا شهر الرحمة والغفران هذا هو شهر الصيام شهر الرحمة والإحسان اهلا بقدومك يا رمضان منحب نصومك يا رمضان شهر الاحسان يا رمضان شهر الغفران يا رمضان انا عم بقرأ قرآن وبدي اصلي كمان بارك يا شهر الصيام شهر الخير للاسلام كلنا بنهواك يا رمضان وبنستناك يا رمضان شهر الخيرات يا رمضان شهر البركات يا رمضان رمضان شهر كريم من رب العالمين منسمي باسم الرحيم قبل ما نفطر كمان نزل القرآن يا رمضان فيك بأمان يا رمضان بالليل بنسهر يا رمضان من قوم نتسحر يا رمضان من ضو الفانوس منيح ومن روح نصلي التراويح رمضان شهر كريم لأمة المسلمين الصوم بيفيد يا رمضان والصحة تزيد يا رمضان نفرح بلقاك يا رمضان يا سلام محلاك يا رمضان هل هلالك يا رمضان يا شهر الرحمة والغفران هذا هو شهر الصيام شهر الرحمة والإحسان
يا ولادي حلوين، كيف حالكم؟ انا عم صابر. انا عم صابر، مش هداك انا. اطلعوا يا ولادي حلوين، في عندي هنا فانوس سحري، جابوا لي اياه هديه الاولاد عشان شهر رمضان الفضيل. بس انا بسال من ايش يعني رمضان من رمضان؟ مش فاهم اشي، ولا حد بيجاوبني. ايش يعني رمضان من رمضان؟ ايش الشهر هذا؟ ولا حد فهمني، ولا حد قال انتوا يا ولاد تعرفوه؟ عن جد تعرفوه؟ طب فهموني، طب قولوا لي ايش يعني رمضان عشان انا اقولكم ايش يعني عمو صابر. لا قصدي اقولكم فهموني ايش يعني رمضان. شوفوا هذا محلاه، بس هيك بده تنظيفي شوي، انظفه اغسله. اشوف يا محلاه محلاه. اصحى يا عمو صابر. هلا، من انت؟ مين انت؟ ما تخافش يا عمو صابر، ما تخافش. قول ايش اسوي؟ انا عمو صابر العجيب. عجيب؟ ولا عجيب؟ ايش يعني عجيب؟ انا قلت لك عجيب ومش غريب. عجيب يعني شفتك وسمعتك عمالك تسال اسئله، انا اللي بدي اجاوب على اسئلتك. ها 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 ها. واو، عن جد انت بتحكي؟ يعني بنفع اطب فيك يعني انت؟ يما يما يما، عن جد انت هذا؟ ما بينفع تطب فيي، وبينفع تسالني، وبينفع نلعب مع بعض كمان، كل اشي. واو يا ولاد، انتوا بعتوا لي اياه عشان انا تجاوبوني؟ هذا الفانوس السحري. هذا ما هو الاولاد جابوا لي اياه هديه هذا. واو، لبيك يا عمو صابر. العجيب بين ايديك. كيف بين ايدي؟ مش بين ايدي، مش مهم. جنبي ايش؟ ابو صابر انا بحبك كثير. عن جد بتعرفني؟ وتمنيت انه تنظف الفانوس عشان اجيلك. نظفته. يعني انت بتشوفني باليوتيوب؟ بشوفك باليوتيوب. واو، انا احمد صح. طب هلا قول لي، يعني بنفع انا اسالك كل شيء؟ تفضل. سمعتك تسأل عن رمضان. رمضان شهر الخير والإحسان. صح، الكل بيحكي هيك، بس أنا مش فاهم أشي من رمضان هذا. أنا بستناه يجي ولا مرة أجالي، مش فاهم. رمضان هذا شهر هجري، هي عنا أشهر. أيوة، وهذا شهر من الأشهر الهجرية. واو، بهذا الشهر بيصوموا كل المسلمين، بيصوموا عن الشرب وعن الأكل وعن الكلام اللي مش حلو. معلومة جديدة إلي، شكرا. معلومة جديدة إلي وللأولاد. صح يا أولاد، صح. أنت صايم يا عمو صابر؟ أنا لهلا ما أكلتش. ما أكلتش؟ لا، ولا شربت. نصوم يعني نصوم كل إشي من دخل الطمة. نصوم إحنا من أذان الفجر لا أذان المغرب. صح. كل ما بدك تسأل سؤال أو تعرف إشي بالخيال، هاي طبلتي يا عمو صابر. بنفع أدق عليها؟ تدق عليها. هاي طبلة حلوة. عرفش تطبل كمان. هات. ليش؟ معاك الفانوس السحري. طب أنت ادعك شوي وانا باجي وبجاوبك. طبعا عمو صابر، شكرا كثير لك انك جيت. هلا كل ما بدي اسالك سؤال انا والاطفال اللي هون بتيجي انت بتجاوب؟ نعم. العمو صابر العجيب. بده يكون زي عمو صابر العجيب. تعال نجرب نشوف عمو صابر العجيب. تعال نحك الفانوس هذا. شبيك لبيك. اسم الله علي انا هيك. ما لك خفت يا عمو صابر؟ لا ما خفتش. انا قلت لك انه عمو صابر العجيب، كل ما تفرق شوي بهذا الفانوس باجي. ايش سؤالك يا عمو صابر؟ يعني طلع صح كل ما اسوي هيك ما بتيجي؟ ليش كنت شاكك انه مش صح؟ لا. تفضل يا عمو صابر. بدي اساله انا هلا ايش لجبته. عمو صابر كيف حالك؟ الحمد لله.
كيف انت صايم؟ سؤال واحد وبس. شكرا يا عمو صابر. جيب هذا راح صح، قال لي سؤال واحد وبس. طيب لازم اسأله كمان سؤال هلا. يلا يلا طعن نجرب نسأله كمان سؤال نشوفه اذا بيجي. اسم الله عليكم. اسم الله علينا. تفضل يا عمو صابر. انت جيت عن جد كمان مره. لا بمزح معاك، قلت لك كل ما تفرق بهذا الفانوس انا باجي. طلع فانوس حلو هذا. شكلي حبطل اشتغل عمو صابر العجيب انا من وراك. عمو صابر. نعم. ايش طبخين اليوم؟ هلا انت شايبني عشان تقول لي ايش طبخين اليوم؟ ما هو بقولوا لي شهر رمضان كله اكل وطبيخ وشرب وهذا بيعزم كله وكله بيعزم هذا وانا ولا حدا عزمني. بدك تعزمني؟ عمو صابر. عمو صابر. رمضان مش للاكل واللهو. ولا رمضان، رمضان شهر عبادة. عبادة؟ رمضان شهر صح انه ناكل لازم ناكل وهذا اشي مهم، بس هذا مش كل اشي برمضان. شهر صلاة عبادة، ناكل شوي نحس بالفقير نحس بالمحتاجين. ومش ايش طابخ اليوم؟ فكرت عشان طبعا مصاب. وين راح هذا؟ ضل يروح سؤال واحد وبس، سؤال واحد وبس. عمو صابر انا جيت لهون يا ولد عمي، اكبسوا لنا على سبسكرايب على الاحمر وعلى الجرس وعلى الدائره. الى اللقاء مصابر برسم على الضفه.